صباح الخير. رياضة الدراجات الهوائية. تحركنا الساعة 5:30 صباحاً، 5:30 فجر، الآن تقريباً الساعة 6:30. درجة الحرارة لما تحركنا كانت ما بين 8-9 درجات مئوية، يمكن الآن درجة الحرارة 10 درجات، ولكن الملموسة هي أقل من 10، يعني الأجواء باردة. نبدأ مع سيندي. سيندي صباح الخير. صباح الورد فؤاد، أمورك إن شاء الله تمام؟ الحمد لله تمام. تعريف معاكي بشكل مباشر على هاي الرياضة. تمام. أولاً هي رياضة زي ما أنت قلت عالمية، لكن زاد نشاطها ريسنتلي عندنا في الأردن، وبتلاحظ هذا الإشي الدراجين. حلو إنك تبدأ نشاطك صباحاً وتكمل باقي نهارك، إلها فوائد كتيرة صحياً جسمياً نفسياً. حضرتك من أي سنة بتمارسي رياضة الدراجات الهوائية بشكل يعني محترف احترافي زي ما إحنا شايفين الآن؟ أنا فعلياً سنة وشهرين تقريباً. وقبل سنة وشهرين أنا بركض وبحب، يعني كنت أروح على النادي الرياضي لكن بركض فعلياً. بس علاقتك مع الدراجة جديدة؟ لا علاقتي أنا صغيرة، هاي انسى في الحارات وتطلع وكذا. بس قطعت فترة ومن سنة فعليا ما بدي أقول احترفتها، لكن خلاص صارت هواية. فينا يعني ناس فعلا مستواهم بيكون متقدم أو وسط أو مبتدئين، لكن نحن نعتبر هو من شغف وحب لهاي الرياضة، ومنتجمع كفريق صباحا ننطلق باكرا، كل ما بكرت أحسن لخفة السيارات. طيب اليوم تحركنا 5:30 أو تجمعنا، طلبتي مني نيجي 5:30؟ صحيح. هذا يعني جاملتيني، يعني بالعادة أنتوا بنصحى 4:30 وننطلق 5:30، بنبلش الرياضة 5:30 تقريبا. طبعا. وفي أوقات بنبلش 5، بس هلأ مع الحظر ساعة زمنية؟ ساعة تحضير قبل بدء التمرين بالضبط، بتكون صاحي محضر حالك. لا حسب المسافة وحسب الطريق اللي احنا بنعمله. أنت مطلوب منك تكوني في عملك الساعة 8:30؟ 8:30 صحيح. فبكون ملحقة بخلص أمورك تمام، ببلش بخلص وطلق غير شكل صحيح لأنه دوام. صحيح. نتعرف معك على الدراجين. يلا معنا دكتور عبد الله. صباح الخير سيد تامر ومهندس سامر معنا. طيب نبدأ بالدكتور. الدكتور أخصائي؟ الدكتور أشعة. أشعة. يا سلام. هذا مهم، بعمل لك سكان 100%. هذا مهم. طبعاً رياضة الدراجات الهوائية بتعتبر يعني يسموها low impact sport، إنه هي من أكثر السبورتس اللي ما بتأثر على المفاصل الجسم، زي مثلاً لعب الحديد والأثقال. أيوة. في بعض الناس مثلا الأطباء بينصحوهم بممارسة رياضة معينة. طبعا هي مهمة لتقليل الوزن. الوزن، حرق الدهون. أوكي. تقوية عضلات الجسم السفلية زي ما حكيت. تقوية عضلات القلب، الجهاز التنفسي، شكل العمود الفقري. طبعا coordination of الجسم جدا مهم. أيوة. إنه makes you fit والكوردينيت كله. العامل النفسي مهم جدا، انه بتقلل الاكتئاب التوتر، بتزيد عندك النشاط والحيويه. يعني انا لما بروح للشغل اليوم اللي اطلع فيه تمرين، صحيح انا بصحى على 4:30 الفجر اوكي، بس بحس بنشاط وحيويه بالشغل، غير من اليوم اللي احنا مو يوميا بنطلع. احنا مرتبين حالنا مثلا كل اثنين وأربعاء وجمعة، هاي قبل الحظر يعني ما كان جمعة. اثنين وأربعاء بنطلع من 5:30 الفجر للسبعة ونص الفجر، نرجع للبيت نتحمم نحضر حالنا ونروح على الدوام على 8. فبيكون بحس بنشاط وحيوية وطاقة إيجابية. ملابس الدراجات شوية خلينا نحكي لها مواصفات معينة. أول شيء بيعتمد على خلينا نحكي الوقت اللي بتطلع فيه، إنه ملابس الصيف غير ملابس الشتاء أكيد، من ناحية الدفى، من ناحية البريذابيليتي اللي هو التنفس هذا، عشان تعرف الواحد وقت السايكلينج بيكون عم بعرق وهيك، فلازمه تبريد بوقت الصيف. وقت الشتاء أنت شايف مثلا زي اليوم الجو بارد، بدك إشي يحفظ الحرارة وبنفس الوقت ما توصل لمرحلة إنك ما تقدرش تكمل من الحرارة. اوكي. لانه بعد فتره ما تطلع على البسكليت انت خلص زي جسمك بحمى، فلازم برضه يكون في شويه بريدابيليتي. وبعدين انا انتبهت انه هذا اللباس حتى لو خفيف، ولكن هذا
بعزل وبعطي كمان دفى بشكل الواحد ما بتوقع. أكيد حتى في الطقس البارد يعني. أكيد طبعاً. هلأ هي أحد أهم عوامل اللي بتعرض لها الدراجات من القوى الممانعة وهو على البسكليت اللي هو الهواء. تمام. إيش بالنسبة للبوات؟ البوات هلأ البوات تبعت السايكلينج تعرف لأنه إحنا بنطلع مسافات طويلة عشان نحرك أكبر عدد من العضلات. البوت عبارة عن لوك بيمسك بالبدالة يعني حتى لما برفع لفوق بسحب البدالة. أنا لما برفع رجلي ما بطلع ثابتة إلها طريقة معينة للفك زي هيك. أيوة أوكي. تقفل على الباك عشان استعمل العضلات. كأنها مشبك يعني. إكزاكت. والله شغلتكم شغلي. أكيد. هو أنا خايف ومستمتع. خايف لأني مش متعود يعني بس في متعة كمان بنفس الوقت. أكيد. زي الانتراكبل اللي هو الماونتن بايك بيجي عليه سسبنشن سنوبرسات على اساس انه لما تكون طالع اذا بتطلع اوف رود بتطلع حفر شيء زي هيك هذا بيكون انسب يعني خلينا نحكي ل مش للطرقات لا خلينا نحكي للاوف رودينج لل غير عن الشارع. نعم. هلا التحكم فيه اسهل هذا زي ما انت شايف انت عائلتك عليه مرتاحه ابرايت يعني. نعم. اعلى. اوكي. هلا الدراجات زي اللي راكبينها أنا والدكتور مثلاً وسندي عبارة عن رود بايكس مهم كتير فيها الايروداينامكس البوزيشن تبعنا أوطى شوية بتحس إنه نازلين على أساس تعرف لما الواحد يسرع بيضطر يخف مقاومة الهواء فبيضطر يكون أوطى ما يمكن عشان تخف مقاومة الهواء لأن كل ما بتنزل أنت كل ما كمية خلينا نحكي الجسم المعرض للهواء بتقل. احنا في الأردن للأسف ما في عندنا طرق مجهزة لاستخدام الدراجات الهوائية زي دول تانية ولكن على اللي موجود شو هي المشاكل اللي بتواجهكم؟ زي ما حكيت أول شيء عدم توفر طرق يعني مخصصة للدراجات الهوائية وثانيا عدم احترام السائقين السيارات للراكبي الدراجات الهوائية يعني بنلاقي بيزمروا وبيجوا من عندك سريعين وبيلزقوا من عندك وبيمشوا سريع أو كلام أو يعني من هالقبيل. ثالثاً المناهل الموجودة هون لما طلعنا على أوروبا أو هاي بنلاقي المناهل موجودة بطريقة ترانسفيرس يعني على البسكليت مشان لما تعبرها مو زي هون مع مسار الشارع يعني هون مع مسار الشارع بيعلق العجل الأمامي وبيقلب. إذا تسمح لي هون أعمل مداخلة يمكن السائقين بيعتبروا أنه أنتوا عمالكم كمان بتسوقوا في محلات نعم تجاوزوا غير مخصصة فعلا يعني شوف هي دعوة أو رسالة بدي أحكي على مستوى العاصمة على مستوى عمان هي دعوة لأمانة عمان يا عمي إذا إحنا ما عندنا القدرة انه نعمل يعني شوارع مخصصة للدراجات الهوائية على مسار كل الطرق اللي موجودة وحتى الرئيسية يعني بسوى انه نستثمر ولو في جزء بسيط ما بعرف بتسموه مضمار او مساحة يعني كم كيلو مسرب في منطقة مخصصة هواة رياضة الدراجات الهوائية خلص بيستخدموها في الصباح المساء يعني ايام العطل وهيك بيبتعدوا عن المسار في الشوارع اما احنا شو بدنا نحكي الله يعطيكم العافيه. نحن فعليا هو بنحب هاي الرياضه صحي رياضه عالميه لكن نحن شفناها وحبينا انه نمارسها فتجمعنا في مثلاً نحن فريقنا فريق رم هو فريق تطوعي شبابي مبادرة شخصية واجتهاد شخصي لنجمع الهواة هدول لركوب الدراجات الهوائية مننسق التمارين الرياضية منحاول نطلع على درجة حرارة الجو والطقس نختار الراوت والتمارين كطريق وين نروح شو نعمل قديش رح ياخد معنا وقت تفاصيل التمرين قديش رح ياخد فينا معنا ارتفاعات قديش رح ياخد منا جهد. طبعاً فؤاد من ضمن النشاطات اللي بقوم فيها فريق رم بنتعاون مع جمعيات خيرية وبنعرف منهم المناطق بالقرى اللي محتاجة شغلات معينة
وممكن لأنه في عنا إحنا تبرعات نستعملها بمساعدة القرى هاي، زي مرة ركبنا بمدرسة كولرات مية لطلاب مدرسة ابتدائية بجرف الدرويش، شغلات زي هيك يعني. في أنه نشاطات غير عن هي تبرعات شخصية، تبرعات معظمها شخصية. نعم. أنتم 170 واحد تقريبا؟ إحنا تقريبا 170 واحد. نعم. يمكن البعض بنتقدنا أنه إحنا مثلا اليوم عملنا هاي الرياضة أو هاي الهواية في أماكن غير مخصصة، ولكن للأسف في بلدنا هذا الموجود، الناس اللي بتمارس هاي الرياضة خاصة في ظل كورونا، لأن رياضة تنشطت وتجددت ركوب الدراجات الهوائية، وين بدهم يروحوا؟